السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من خلاويص ولا لسه. الحاجة فتحية ست طيبة وجدعة، ربت وكبرت وعلمت ولادها أحسن تعليم، كانت في ظهر جوزها بتساعده في أعباء المعيشة وبتراعي بيتها. أم طيبة وجدعنتها وشهامتها بيشهد بيها كل الناس اللي حواليها، حتى كانوا بيسموها في المنطقة فتحية النجدة، لأن هي ما كانتش بتسيب حد محتاج حاجة إلا وتنجده وتقف جنبه في محنته. واحدة من جيرانها بتحكي إن هي كانت مريضة لمدة أسبوع، والحاجة فتحية طول الأسبوع ده كانت بتعمل الأكل لبيتها والبيت جارتها. أخت جوزها كمان بتحكي إن هي سلفتها قبل كده 500 جنيه كانت محتاجاهم تسدد دين بيهم، وكان المبلغ ده كل اللي في بيتها وقتها. جارتها بتقول فتحية قالت لي خديهم وأنا واثقة إن ربنا هيخلف علينا وهيرضينا وهيرزقنا من فضله، وكمان رفضت تاخدهم مني بعد كده. وقصص جدعانة فتحية كتير جدا، الأهم إن هي كمان كانت ست متفنية بتقدم كل الناس على نفسها، يعني ما بالكوا بقى اللي كانت بتعمله مع ولادها. ولادها بيحكوا إن هم أوقات كتير كانت بتنام من غير غدا أو عشاء بسبب إن الحال على القد، وكانت بتتحجج وتقول أنا سبقتكم وأكلت وأنا بحضر الأكل، كلوا أنتوا يا حبايبي. طبعا لما الموضوع اتكرر كتير اكتشفوا وجهوها وفعلا اعترفت لهم. كانت واخدة بالها من بيتها ومن جوزها ومن ولادها، وفي نفس الوقت كانت جايبة مكنة خياطة في البيت بتساعد بيها كده جوزها وولادها الاتنين. دلوقتي هما تعليم عالي وحاجة تشرف، بنت وولد زي الورد. وجه أوان جواز بنتها، اتقدم لها شاب كويس، بس المشكلة ان هي ما كانتش جهزتها بسبب ان الحال على القد. اضطرت فتحية تاخد قرض من البنك 26,000 جنيه جهزت بيهم بنتها، وللأسف اتعثرت في السداد وما قدرتش ان هي تسدد باقي الاقساط، فالبنك رفع عليها قضيه واتحكم عليها بالسجن لمده 2 سنين. فتحيه لجأت لمؤسسه مصر الخير وتم التفاوض على المبلغ ونزل ل 22,500 جنيه، والمؤسسه فعلا سددت مديونيتها الحمد لله بالكامل علشان تنقذها من الحبس. تخيلوا بقى لو مصر الخير ما سددتش المديونيه، كان زمان فتحيه الست الجدعه في السجن ومحرومة من بيتها ومن أسرتها، وده حال غريمات كتير محتاجين وقفتنا جنبهم. وأنا عندي أمل إننا هنقدر نفك كربهم ونخرجهم من محنتهم، وإن شاء الله قبل شهر الخير ما يخلص هنكون ساعدنا 3,000 غارمة وخرجناهم إن شاء الله من السجن. ها خلاويص؟ لا مش لسه خلاويص، خلاص.